وغا الخلو القيفار وش داك الكلاج السما سلوني بالعصا داك النار العذاب الاليم مع مطر ليا ما منيت لي شي قتله بحال كي انا ما نسمح ليهم وداو لي الحويجات وواحد قال لي السبرديله دراري ديال الجزائر تحياتي ليهم السجناء اللي كانوا رجال معك في الحبس كل شيء تعامل معايا ودواش عطاوني الفوطه والشامبوان وكليت خيرهم معاهم واحد النهار قررت باش غادي نمشي ندخل لالجيري وديت معايا شي راديويات وديت ديت شي جينات وديت واحد الكباغي باش نمشي نتسارى ونشوف لا كاين الدواء نشري فعلا دخلت على تيزي وزو قطعت واحد الواد وما يخرجوا لي حباس 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 الله ودي حباس على كل شيء او انا كلب نعسني على كرسي حط لي البايونيت هنا ديال الكلاش ودوك اللي جاو كيجريو معاه وغا الخلو القيفار وشد داك الكلاج السما ما عندهمش المواصلات عندهم الميساجات بالمينيسيون بالقرطاس جاو جوج ديال وي الفوز فاغن جوج عامرين ومعهم واحد الصاك ديالي وانا من ناعس هو يجي داك الكبير ديالهم دار الصاك ساك الحوايج عامر جين ساك الاخر فيت راديو خمسيات داو لك الجينات ما عندهم ما يلبسوا اش نقول لك بداو يطايفوا وكذا هذيك هو يجي قال لهم لي باس لي باس انا قلت يمشي غيمشيو لي بوست ديالهم هو داك الشكام ديالو قال لي راه عنده الراديويات وانا عاد عرفت بلا لي بوست هما الراديويات شدوك لي بوست داهم عنده وداو لي الحويجات وواحد قال لي السبرديله من رجلي قال لي السبرديله قلت له مغربي قلت له مغربي واش غنقول لك قتلوني بالعصا داك النهار العذاب الاليم مع مطر ليا ما منيت لي شي قتله بحال انا ما نسمح ليهم الا الشعب خاوه غير الميليتير الله ياخذ فيهم الحق على ديك التكرفيص اللي داروا ليا وداوني لواحد لابريغاد كبيره جاو الجدارميه عمروا ليا جاو الجمارك عمروا ليا عطاوني واحد الحليب مر فعلا زيدوني داوني المغنيه الغد اليوم يقولوا لي يلا داوني لواحد لابريغاد واش هادوك جندارم ولا جمارك ما عرفتهم الغد اليوم يدوني نيشان لدار الشرع دار الشرع داوني الحبس ديال المغنية فيه ثلاثة ديال الغرف وغرفة ديال الدراري الصغار واش غنقول عندهم ماطلات بويض وكواش وربي شهد عليا ما غنافق الدراري ديال الجزائر تحياتي ليهم السجناء اللي كانوا رجال معك في الحبس كل شيء تعامل معايا ودواش عطاوني الفوطه والشامبوان وكليت خيرهم معاهم في بلادهم صراحه الله السجانين كيتعاملوا معك الجزائريين السجانين ديال الجزائر كنحييهم وما عمرني ننساهم بالرجوله اللي تعاملوا معايا ماشي مسجونين لي غارديان اللي كانوا لا ملتزمين الحدود ديالهم لي غارديان عيط لك الا هي انت الا بالحاجه ليه اما بغاوك للقريف ولا خارج لاكلاس ولا غادي للمحكمه شحال ضربتي في الحبس في الجزائر تحكمت باربع شهور على الهجره السريه وعرضت السلطه للعنف انت ضربتيهم هما داو لك الجينات داو لي الجينات داو لي لي بوست وقرايدي والله كون داروا لي دوك القرايد على كتافي حتى يتهرس كتفي اطمع تيقول لي لي بوست انا فرحت قلت هذا غيديوني لشي بوست هذا واني نرتاح شويه وغاشيح والريح والجرني جنايد والشوك افعلا قضيت ديك العقوبه تميت داخل مهم نهار لاكلاس تعرضوا لي الدارك ولا مع الجماريك هذوك ركبوني في لاندرويد داوني حتى لباب الحدود وما قول يلا سير وتميت جاي على القنطرة دخلت لقيت ديالنا واقفين قال لي يا زيد ما الاخور اللي جايبنا اش قال لي في الطريق داك الجدارمي قال لي انت غير نطلقك هرب ودور على اليمين وسير لهم على الواد وسير راه ما غايشبعك حد وانا طلقتوني راجع للدولة ديالي نشبع عبانا تحياتي للجزائريين وكنشكرهم وتحية للناس ديال وجدة
جار ديالهم، وكنطلب من الله سبحانه وتعالى تبقاو خوتي وحباب. والله الله الله يجدر على المحبه ما بين الشعب، اما السلطات بعضياتهم هذاك كبرانات خايبين كبرانات. لي جينيرو اشر حكم على ما داروا فيا لي ميليتير. شو عسكري ديال المغرب كيشدك يجيبك التشابوله يعطيك التاكل ويتهلا بك، على ما يجي الريسبونسابل ديالو يديك باحسن لطف والكلام الطيب حتى كيوصل لك البلاصه، وانتم ثلاث ايام وانا دايرين لي الخنشه على على وجهي وما عارفش راسي حتى فين. والخنشه ماشي اللي قتلهم في السعيديه مساكن المغاربه. ماشي غير هذوك، كاين اش غنقول لك، كاين شباب كتموت وكيجروها وتيجروها كيديروا لها يعني الدفن المجهول. بزاف الجرائم تيقوموا بهم الجنود الجزائريين خدام الكبرانات. يعني هما حاشا واش يكونوا جنود، هذوك مجرمين على الجرم اللي عرضوني ليه، وانا كمدني وكنشهد لا اله الا محمد رسول الله، واحد من الشعب ما انا سلطاوي ما انا امني، الحكومه بعضياتهم والدوله بعضياتهم، ولكن وطني وطني مغربي. يتعامل الشعب بعضياتهم، اما السياسه ديال الدول راه كتعرفوا هما الناس اللي مكلفين بداك الشيء راه هما قايمين بالواجب بعضياتهم.